وضعية كارثية لواقع المحلات والأسواق ببعض شوارع ولاية ورقلة، مشاهد توثق الإهمال الحاصل بها لسنوات. أي الأماكن تاع أماكن استراتيجية وتزيد فيها مدخول البلدية، وفي نفس الوقت تخلق لنا اليد العاملة للبطالين. هي خارج الخدمة، والتي نقدر نقولوا أنه طالع لها الزمن في مدة كبيرة مغلقة الأبواب، ما عندها حتى استغلال. ماذا بين الحرفيين يعني يكونوا هم يستفادوا من هذه المحلات المهجورة، يوجد بعض الأماكن فيهم محلات في ورقلة. مطالب لإعادة الاعتبار لهذه المرافق، والتي من شأنها توفير مناصب عمل من جهة وتنشيط الحركة التجارية من جهة أخرى. احنا نتمنى ان شاء الله من البلديات هذه انهم يعطوا الالتفات للمحلات هذو، يتم الاسترجاع نتاعهم ويعاودوا يوزعوهم الناس اللي يستحقوهم. احنا نتمنوا ان تكون تستغل هذه المرافق خصوصا في مختلف احياء ولايه ورقلة هنا وبلدياتها للجمعيات او النوادي من اجل استغلالها، تكون تسهيلات باش الشاب كما نقولوا منعوا الشاب هذاك على الاقل تكون عنده حاجه مستقبليه، ونفس الوقت هذيك المحلات ما تروحش ماتات ولا تغير لها الاخر تاعها، مثلا يدار مدرسه يدار حاجه اخرى. اعاده الاعتبار لهكذا فضاءات اضحت ضروره على السلطات المحليه المعنيه نظرا للواقع الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقه.